بسم الله والابن والروح القدس سلام واحد امين. بركه كبيره ما استحقهاش وفرحه كبيره ما استحقهاش ان انا اكون معاكم. ابونا مينا محبته كبيره وابونا مارك وانتوا عندكم اجتماع جميل وشريف استحملني كتير على فكره وكلمني كذا مره انا كنتش يعني الراجل استحملني فبشكركم على محبتكم وصلوا لي ربنا يدينا كلنا نعمه وبركه. نقرا حته صغيره كده في رساله بولس الرسول الى غلاطيا. لو تحبوا تطلعوا الاصحاح السادس هي 6 اصحاحات وغلاطيا دايما هي رساله الحريه. رساله الحريه اللي عنده مشكله في مفهوم الحريه يقرا غلاطيا هيفهم المعنى الحقيقي في المسيح. بيقول ايه؟ أيها الإخوة، إن انسبق إنسانا فأخذ في زلة تنمى، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا، احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تدلوا يا إخوتي، أي لا تدلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصده أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا يا أبائي أخوتي أمين. حد خير باله هنا في آيتين متضاربتين في الجزء الرنادة؟ ركزوا كده، في آيتين داخلين في بعض عكس بعض، بس ايوه ثانك يو. اسمك ايه؟ شكرا يا رامز. خدتوا بالكم ايه كام دي يا رامز؟ 2 و5 بالظبط كده، 2 و5. حد ممكن يفهمني ازاي بولس يقول كل واحد يشيل شيلته ويقول احملوا بعضكم احمل بعض؟ طب تقدروا تحطوها لنا هنا على مهلك؟ هو كلنا مع فاتحينها على الموبايل صح؟ بولس بيقول في حتة يا جماعة استحملوا بعض، وبعد شوية يقول لك كل واحد يشيل شيلته. طب ازاي؟ خدت بالكم ولا فهمتوها؟ بيقول ايه؟ احملوا بعضكم اثقال بعض، وبعدين يقول كل واحد سيحمل حمل نفسه. طب هسهلها عليكم، ايه الفرق ما بين الحمل والثقل؟ كل واحد فينا، انا ليا وزني مثلا، وزني 70 كيلو 80 90 مثلا 200 باوند مثلا، ده حملي انا، ده شلتي. بس لو انا شايل شوال على ظهري وزنه 100 باوند، فممكن اقول لك ايه؟ معلش انا شايل شيله تقيله، او انا شايفك شايل ثقل بقى تقيل. بس ما ينفعش اشيل حملك، لا اشيل ثقلك، اشيل الشيله اللي انت شايلها معاك. ما ينفعش اشيلك، مش هقدر اشيلك، لانك لو ما قدرتش تشيل نفسك ها مش هتقدر تستمتع حتى بالمساعده بتاعتي. فاهمين قصدي؟ انا كده خلصت خلاص، بس كده. فهمتوا حاجه؟ لو حضرتك مش قادر تشيل شيلتك انت كانسان، حتى لو جنبك حد شايلك، مش هتحس لانك مش قادر تستمتع بانك تشيل نفسك. كلمه الحدود لما بتتقال في بيوتنا بترن في ودنا كلمة كأن ايه؟ هو لا مالكيش دعوة بحاجتي، لا ما تتكلمش، يعني كأنها حاجة وحشة. الحدود حلوة ولا وحشة؟ مطلوبة. طب ليه او ايه اكتر كلمة بترن في ودنك لما بتسمع كلمة الحدود؟ تعالوا ندردش بقى، انا مش عايز اتكلم. خصوصية، شكرك. ايه تاني لما بتسمع كلمة الحدود؟ بتتخيل مثلا اسوار اريحه، بتتخيل ايه؟ بتتخيل مثلا ان احنا هنبني مثلا
معلش عايز اسمع منك لو بتسمع كلمة الحدود، يعني انت جالك الاعلان ده ان احنا نتكلم على الحدود، ففي حد ورا عايز يقول رأيه، تفضلي. التعامل مع الكل بمحبة واحترام، ولما بسمعها برضو ده معناه قلة مشاكل. برافو. الحدود دايما بتبقى قلة مشاكل. الحدود بتقلل المشاكل فعلا. يس. مشكورك. احنا مش بالناس بنتكلم جوه الأسرة، لكن عموما وهنتكلم كمان شوية الموضوع ده لو فهمناه وهضمناه حياتنا هتتغير، صدقوني بجد صحيح حياتنا هتختلف تماما. لكن لو عشنا من غير حدود هنلاقي نفسنا تلخبطين قوي. أبسط حاجة، يعني ربنا لما خلقنا ادانا عظم وجلد وجسم، هو خلق فينا حدود. مفيش عظمة ينفع تخش على العظمة اللي جنبها، ليه؟ هيحصل بيسموها الخشونة. ما هي الخشونة يعني ايه؟ يعني عظم بيخبط في بعضه. فربنا خلق في جسمنا جوينت، الجوينت دي هي الحدود بتاعت كل عظمة. ربنا خلق جلد عشان يحمي التيشوز بتاعتي، خلق لي عشان يديني حدود وحماية. الإنسان اللي ما عندوش حدود أو مش عارف يعيش الحدود تعبان، تتفقوا معايا؟ طب الحدود هي زبطتها هي نتيجة ولا هدف؟ كلام فلسفي شوية. شكرك شكرك. اسمك ايه؟ تامر. تامر قال لنا فعلا هي نتيجة، بس كمان لازم اشتغل عليها. يعني بس هي نتيجة ايه بقى؟ نتيجة لإيه؟ إدراك الاحتياج إن أنا محتاج أحطها، ونتيجة إيه؟ أهم واحد محتاج إن أنا أحط له حدود هو مين؟ أنا أهم واحد لازم أحط له حدود هو مين؟ قول ورايا مين؟ أنا. اوعى وانت بتسمع الكلام ده، هنحط بيضة مبادئ المحاضرة النهاردة، نو تاجينج. يعني ما تقولش اه شوف كويس مراتي قاعدة تسمع الكلام ده عشان ايه تسمع يعني. فكل واحد ياخد الكلام لنفسه. احنا اكبر تحدي لينا واكتر حدود محتاجين نحطها لنفسنا هو ان انا هغير الطرف التاني. حط لنفسك النهارده حد حبيبي، ده مش دورك، مش دورك ولا دورك ولا دورك. لو كنت حلمت زمان وانتوا لسه مخطوبين وبتشربوا ليمون وفرحانين ان احنا هنتجوز وهغيره، وانا هعرف اغيره، حط لنفسك حد دلوقتي يقول حبيبي سوري معلش، لا انت هتعرف تغيرها ولا هو هيعرف يغيرك. التغيير بيجي عشان انا عايز اتغير، مش بيجي عشان انت فرضت عليا انك تغيرني. اكبر خدع الشيطان خدعها لينا هي ان احنا نعرف نغير بعض. لا طب ممكن تقولوا لي ايه اللي يخليني اغير الطرف الثاني؟ ايه اللي يخليني اعرف اغيره؟ مفيش حاجه غير حاجه واحده بس، هي ايه؟ الحب. الحب جواه الصلاه وجواه الاحتمال وجواه الاحترام. الحب هو العنوان الكبير. لو مفيش حب مفيش اي حاجه، ولو في حب في كل خير وكل نعمة وكل بركة. احنا ساعات بنحب حالة، لما الحالة دي بتقل لظروف معينة، هجرة، مرض، خلفة، ظروف مادية، ظروف مزاجية. عارفين ليه؟ لان انا قبل ما اتجوز معرفتش احط لنفسي حدود، وطلعت من بيت مفهوش حدود، ورحت هربت من البيت اللي مفهوش حدود عشان ابدأ بيت في حدود، بس نسيت اظبط نفسي في السكة قبل ما اجري على بيتي الجديد ده واظبط نفسي، ودخلت من ازمه ورستها من بيتي ومن تربيتي ومن حياتي عشان ابدا ازمه اكبر، وشايل ورا كتفي شيله تقيله اسمها ما فيهاش سيستم، ما فيش حدود، ما فيش انا عارف انا مين. الحدود هتتظبط جدا لما اعرف اقف مع نفسي كده واقول لنفسي فوق فوق، انت بتعمل ايه؟ اتجوزت ليه؟ انت بتعرفه ليه؟ فدي المرحلة الاهم والاكبر. بعد كده تخش في ادراك انت موجود هنا ليه اصلا، فتخش ربنا بقى، تخش قدامه ويبدأ هو يكشف ليك ان انت كنت كاسر حدود معاه كتيرة جدا، كنت مشايله كل حاجة، كنت مشايل ربنا كل حاجة، وربنا اصلح نايين يعني.
يعني بيصبر علينا مفيش مشكلة، بس ساعات احنا ما بنبقاش فاهمينه صح. ربنا صبور وكل حاجة ليه عنده وقت. فخليني احط الحدود بثلاث اشكال كده. في حدود لواحد شايلها، ده بيسموه الشخصية اللي هي الايه؟ الاعتمادية. تسمعوا الكلمة دي؟ شخصية اعتمادية يعني ايه؟ انا اشيل اي حدود بس انتوا ايه شلوني. احكي لكم، عايز احكي لكم عن بيتي. احنا انا وجوزي متخانقين وانت عارفه، بنخرج ومحوشين 10000 دولار في البنك وسايبين محاماتي في مصر 5000 عشان لو جرى لنا حاجه. وعايز احكي لك، احكي لك اي حاجه، احكي لك بس ايه، الاقي حد يديني ايه سبورت، امان يشيلني. ودي اسمها الشخصيه الاعتماديه. شخصيه اعتماديه ما تعرفش تحط حدود، عنده مشكله مع نفسه كبيره انه مش قادر يقعد مع نفسه او مش قادره تقعد مع نفسها. فاول ما تلاقي حد كده لطيف او واحده لطيفه، نبدا ايه نشيل المسافات ونقرب قوي ونرمي كل حاجة. وبعدين لو الشخص ده ابتدى يقول رأي غيري او يقول لي لا اللي بتعمليه ده غلط، يبقى وحش قوي. اقعد افكر، طب ده انا عرفتها اسرار بيتي او عرفته، بقى تبقى كارثة سودة لو انا بقى حد من طرف اخر يعني. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب نظرتي، طب يا عالم بيحكي مع مين؟ اما اصلا انا مش عارف ان انا ايه افرمل، مش عارف احط لنفسي حدود. فالمشكله الاكبر في الحدود هو انا، مش الطرف الثاني. انا لو ظابط نفسي هعرف احط اللي قدامي حدود كويس بسهوله جدا، من غير، على فكره الحدود مش محتاجه صراع وخناقات. الحدود محتاجه الاول صراع جوه، بعد كده اعرف يبقى بره كويس. ناخد شويه امثله بسرعه كده. فاكرين كان في واحد اسمه لوط وعمه اسمه ابراهيم، الرعاة خانقوا مع بعض صح؟ قال له بص لا لا يا لوط، شايف في خناقات ما بيننا، انت يا ابني خد يمين انا اخد شمال، انا مش هخش معاك في صراعات. هو كرهه، هو بعد عنه يعني انت في جاب ما بيني وما بينك، مش بكرهك ولا حاجه، انت حبيبي هتفضل حبيبي. احيانا في علاقات بتبقى الموتيف فيها هو السيطره، ومعلش يعني استحملوني يا ستات عشان انا يعني انتوا غاليين عندي، بس ساعات بنضرب بحته ان انا دايما عايزه امشي كل حاجه على مزاجي، ما بديش مساحة لجوزي خالص. فأي حاجة تحصل في لوم شديد قوي ونكد كده عشان خاطر اتفق على حد في حاجة. أو أرجوكي فوقي، أرجوك أنت قول لها مش هكمل الحوار بالمنظر ده لو في لوم شديد، أم سوري. لكن في كلام، في إهانة على حاجة ملهاش لازمة، مش مقبول، مش بخناق. أنا بديكم أمثلة عشان كان في واحد اسمه إبراهيم كانش بيعرف يحط حدود لمراته. عارفين مراته نكدت عليه بصراحة ونكدت على البشرية كلها بجد. انت جيب لي واحدة، طب اتجوز بقى هاجر عشان اجيب يا ستي. هو معرفش يقول لها ايه، لا مش هعمل كده، ربنا وعدني وعد، تزعلوش مني انت فوق راسي. لكن انا بقول لكم لان بطبيعة الست بتبقى دايما من الخوف وعدم الامان اللي ساعات الراجل بيأثر فيه، وده هنتكلم فيه كمان شوية. فبتفتكر ان الشطارة ان انا اقلق وسيطر وابقى عندي الحتة دي عشان خاطر امشي البيت كويس. سوري ده مش هيمشي البيت، ده هيخرب الدنيا. انا بدي اكزامبلز بسيطة كده بس عشان يعني مثلا واحنا في النص بنتكلم ندردش، انا جاي دردش يعني مش هبقى سيستماتيك قوي، بس هنجمع يعني الموضوع. فممكن نتفق مع بعض مثلا من هنا ورايح ان احنا، طبعا انا مش بقول الكلام ده عشان ما تروح البيت شفتي بقى ابونا ليه لا ما انت برضو لازم تخد بالك انه في تفاهم وفي اتفاق وفي تدرج. يعني مش هيبقى النهاردة كده وبكرة هنصحى الصبح عاملين بقى ايه الرود ماركينج في الطريق، انت تمشي من هنا لباب التلاجة كده، عايز تخش يمين في اشارة ساين تقف قبل ما تخش وتدي اشارة، لا مش ده المطلوب. المطلوب ان انا افهم احنا فين من قصة الحدود دي، وابدأ اتدرج شوية شوية. ولو في مشكلة اتفاهم مع المشكلة، ما تفهمش مع السيمتومز. ساعات انا اقعد مثلا ايه، زوج مثلا متضايق ان مراته مثلا مش بتسمعه كويس او مش بتتكلم مع اهلها كتير، فمثلا الولد يجي يلبس قميص مكرمش، مثلا الولد والقميص القميص مكرمش، احنا مش هي مشكلة في القميص، مشكلة ان انت زعلان مع مراتك في موضوع. فحط حدود ان انت ما تناموش وانتوا زعلانين مثلا، ما دي حدود. انت متضايق مثلا ان انت شايف ان مراتك بتتكلم مثلا في التليفون كتير مع حد، طب انا ما بحبش مثلا ان احنا نتكلم في اسرار البيت مع حد، اتكلم، اتفقي، افتحوا قلبكم.
تعالوا نحط حدود لبيتنا وشكل حياتنا اللي احنا حلمنا بيها في الاول. بس كمان مش عايزين بس نركز على سلوك الطرف الاخر، عايز اركز على تصرفي انا. بصوا يعني في امثله كتير جدا لموضوع الحدود، بس زي ما الايه اللي اتحطت قدامنا ان انا اشيل شيلتي الاول. اول واحد لازم زي ما قلت تحط له حدود هو ايه؟ انت. فاول واحد لازم تقول له ايه؟ لا مش هينفع تتكلم المكالمه دي، مش هينفع تبص البصه دي، مش هينفع تخرج الخروجه دي، مش هينفع تلمسي اللمسه دي، مش هينفع تقعدي القعده دي، مش هينفع تحكي الحكايه دي. فده محتاج ايه؟ awareness، يعني ايه؟ وعي. وعي. تعالوا نراجع كده واحنا قاعدين، هل في حياتي علاقه بتفرض عليا ان انا اكسر الحدود؟ ممكن تكون ابويا او امي بتفرض عليا دايما ان انا لازم احكي او لازم اتكلم. على فكره احنا مش لازم نقعد نتكلم. يعني مره كنت راكب مع حد في العربيه، وبعدين هو حاسس ان احنا لو سكتنا هي في مشكله، فعادي يتكلم يتكلم. قلت له على فكره مفيش مانع لو ما اتكلمتش، يعني احنا قاعدين مثلا 3 ساعات في العربيه مع بعض، كويس ان احنا نحكي، بس بحس ان في وقت لو ما اتكلمناش يبقى ابونا زعلان مني. لا مش مشكله، قاعدين مع بعض فرحانين بوجودنا مع بعض، بن 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 بنستمتع بقعدتنا مع بعض، مش لازم نتكلم، لاني ده دليل على ان في لخبطه من جوايا. هسألكوا كده شوية أسئلة بسيطة. إيه شكل العلاقة اللي ما فيهاش حدود في البيت ما بين الزوج والزوجة؟ ما هي مظاهرها؟ عاملة إزاي؟ ما فيش احترام، ما فيش نظام، خناقات كتيرة قوي. تمام. ما شكل العلاقة ما بين الزوج والزوجة اللي ما فيهاش حدود واضحة ممكن توصل لضرب؟ أشكرك. الولاد طبعا ده دي بقى النتائج، الكارثه بقى السوداء ان الولاد بتطلع متلخبطه، مفيش تفاهم فعلا. اشكرك. دي برضو من الـ مش الاعراض، المشاكل او الاسباب اللي بتوصلنا لكده. لا بتكلم لو اسره مش حاطه حدود لا ما بينهم وبين بعض ولا مجتمع الاثنين. يعني الاول في حدود ما بين الزوج والزوجه ولا لا؟ في حدود. يعني ينفع انا مراتي تقول لي مثلا معلش وريني محفظتك فيها ايه؟ ينفع مراتي تعمل كده؟ مفيش مشكله. تامر هي خدها على طول. انا متهيالي كله انت جبتني ليه يا شريف؟ انا هعمل مشاكل. انا معيش محافظ. يا الدافع من وراء الحركه هي يعني. اشكرك. اشكرك. يعني طبعا طبعا اوف كورس طبعا. مش ما هو ممكن انا اكون مثلا مراتي قالت لي المفتاح العربيه في الشنطه البني جوه، وانا دخلت جبت المفتاح وخلاص. واحد قال لا كنز، هتشوف بقى ايه بقى اللي جوه الشنطه. او مثلا واحده جوزها بيوريها حاجه على الموبايل فتروح فاتحه بقى، طب ما اشوف المسجات بتاعته، شوف الواتساب بيعمل ايه، بيكلم مين. لو بتعملي كده او بتعمل كده في حاجه غلط. مش من حقك حبيبي. ازاي ده جوزي؟ سوري مش من حقك. انا في ولاد كتير بيقولي في الاعتراف بيحيطوا. ليه؟ لان هما عرفوا ان ماما بتفتح الواتساب او الماسنجر. او هل ماما دي هتطلع راجل؟ نو. هل بابا ده هيطلع بنت كويسة؟ نو. ليه؟ لاني مفيش حب من غير ثقة. لو انت بتحبني بتثق فيا. طب افرض انت عرفت ان انا بغلط، طب خلاص افترض ان انا بغلط، افترض ان انا بغلط، قومني بمحبة، لكن بلاش عايش ضابط مباحث امن دولة معايا في البيت. وريني بقى كده. الولد نام. ده في ولد مرة عمل نفسه نايم ما نامش طول الليل عشان يشوف مامته وبابا بيعملوا ايه، وصحي وسط الليل زعق فيهم وصرخ وساب البيت. ليه؟ 16 سنة مش عيل هو. لو عنده مثلا 3-4 سنين في المدرسة بنشوف الشنطة بتاعته، لكن شحت عنده 18 سنة وماما لسه بتفتش في شنطته، ما عرفش دي بتعملها ليه؟ لان هي ما تحترمتش حدودها مع باباه، ولا هي احترمت في بيتها
في الحدود، فمقصورة طلع مجروحة، فتبقى أم مجروحة تطلع علينا أطفال مجروحين، أو العكس، أو أب مجروح يطلع أطفال مجروحين. لأن الثقة في نفسك بتيجي منين؟ إن العمالقة بتوعك اللي هم بابا وماما بيثقوا فيك. لما بابا وماما ما بيثقوش فيك وبيفتشوا فراك من غير حتى ما أنت تعرف إن هم فتشوا، نظرتهم ليك نظرة مهزوزة، فبتطلع إيه؟ مهزوز. فتيجي تعيش في الحياة مهزوز، فتيجي بنت شخصيتها قويه تاكل عقلك بالرغم ان هي ممكن ما تكونش بنت ربنا، فتحس ان هي دي بقى البنت الكويسه. وهي اصلا ممكن تكون شخصيه مسيطره او نارسست او عندها مشكله، بس عشان انت في البيت مش واخد قيمه وفاليو من بابا وماما، فطلع ارجوك اقلب الصفحه دي. معلش هي حته نفسيه بس مهم نفهمها. كان حد عايز يسال حاجه؟ اوكي. شو عايزه؟ بس اضيف انه الدافع مهم، الدافع ورا الندوه ايه السبب، وتاني احنا سامعينك، احنا سامعينك، علي صوتك بس. قدامه، ما ادورش ورا، قدامه مش ورا، في وشه، ادور في وشه عادي. مش مش ب... مش ب... مش ب... مش بتفتيش يعني اللي هو بتاع يعني افتح بقى دلوقتي وريني الشنطه دي فيها ايه، لا مش قصدي كده، بس انا عودته على ان كل حاجه ماما وبابا ما انا معودهم من هو عنده 7-8 سنين لما ابتدى يبقى عنده ريسبونسابيلتي ان هو. لكن لو انا بديت اشك في حاجه ممكن اساله، افرض هو مش عايز، طب يبقى في حاجه غلط، يبقى خلاص ما تخشش في الباتل دي، لان دي معركه خسرانه هتشوه العلاقه ما بينك وما بينه. لو ابني مثلا حسيت ان في حاجه ملخبطه، قلت له انت كله تمام، انت مخبي حاجه؟ هيقول لك لا يا ماما انا كويس، كله تمام كله تمام. طيب خلاص، يبقى انا اكتب، اروح بقى لاب اعترافه، ابونا انا حاسه ان مثلا فلان متغير شويه، ممكن نفسك تساعدني. وبعدين بلاش الدافع هو الكنترول، لكن الدافع يبقى العلاج الحل، مش ان انا ابقى عارفه بس، جست ان انا عارف انا شايف دلوقتي مثلا ابني قاعد في حته معينه، هو عارف ان انا شايف، يعني الفكره يكون عارف ان انا مراقبه على مثلا ابلكيشن بتاع مش عارف ايه اللي فين عشان الامان. لكن لو ليها بعد تاني هو السيطره، يبقى انا عندي مشكله. ولادنا في سن المراهقه هيبتزونا وهيستغلونا وهيغننونا، معلش بس ارجوكم ما تروحوش لحته عدم الثقه، لان عدم الثقه بالظبط كاني بقول له انا مش بحترمك. فلما واحد بابا العظيم ده يقول له انا مش بحترمك، تخيل انت مثلا لو رئيس الجمهوريه جه قال لك على فكره انت مهزق في عينيا، صعب قوي صعب قوي. فانا بفقد ثقتي في نفسي، فبدور على حاجه تخدر الالم ده جوايا، بعلاقات غلط، بعادات وحشه، بحاجات مخدرات بقى وحاجات وحشه. ليه؟ لان انا جوايا جرح جامد قوي ان انا مش محترم في عين ابويا وامي. ان الولد او البنت لو حسوا انه انا لو حاسه ان في حاجه واقول له طب انت عارف ان انا موجود اني تايم لو انت حابب تتكلم، بحس ان في اللحظه دي حتى لو هو ما حكاليش في الوقت ده بس هيكمل في حياته عادي، بس at a certain point هيبقى عارف ان انا ملجأ ليه، يعني هبقى على الاقل ما لغيتش اوبشن ان انا ابقى ملجأ ليه، لان طبعا. انا لو حاولت انخور هو هيعرف ازاي يخبي، هيعرف ازاي ان هو يتويست ذا ثينجز، وهيعرف ازاي ان يعمل حاجه من ورايا، هبقى في الاخر انا ما استفدتش اي حاجه غير ان خليته يكذب اكتر وخليته يعمل حاجه من ورايا اكتر. ثانك يو. ف اتس نوت بنفيشال. اتفضل. مش شايف ان في برضو فرق بين الحدود ما بين بيرنت وتشايلد عن ما بين الراجل ومراته؟ يعني برضو انا بتهيالي قضيتين شويه مختلفين، مش بالظبط ده سيم طبعا، بس الفكره واحده، يعني فكره الحدود تطبيقها مختلف طبعا، لكن هي بتبدا ما بين الزوج والزوجه وبتتنقل بشياكه للولاد. بمعنى ايه؟ يعني لو انا ومراتي زي ما بيقولوا كده ان ذا سيم بيج في كل حاجه، هل معناه مش هنختلف؟ هنختلف. هل معناه مش هنخش في شد وجزم مع بعض؟ هنخش. هل مش هنتخانق؟ هنتخانق. هل مش هنزعل؟ هنزعل. بس ساعات احنا بناخد الاكستريم بقى، لما يحصل الاختلاف ده يبقى انا خدت بقى طعنه في قلبي وصدمه الحياه وايه الجوازه اللي انا ده بالعكس، ده انت لما بتبدا تخش في علاقتك مع مراتك في الجد لازم تختلفوا. احنا مش عايزين نكون مثاليين، عايزين نكون ايه، قول ورايا، حقيقيين.
دايما خلينا مش عايزين نكون مثاليين، عايزين نكون ايه واقعيين او مثال حقيقيين، مش عايزين نكون شكل حلو بس مفيش علاقه حقيقيه. فممكن اسالك سؤال، هل الحدود قيود؟ هتبقى قيود للي ما بيحترمهاش، وهتبقى راحه للي فاهمها صح. فهي قيود من لو انت واقف في مدرجات الدرجه الوحشه، اما الدرجات اللي مقدر، يعني مثلا لو انت كلمتك قلت لك ازيك يا جورج عايز اجي ازوركم، طب ابونا معلش انا بنام الساعه 10، ينفع اجي لك 10:30؟ يبقى انا كده ما بحترمش ايه حدودك. هتستقبلني 10:30 بس هتبقى ايه متضايق. الاكتر من كده ان انا ممكن ما جالكش الساعه 10:30 وما جالكش قبل كده وبعدين اقول لك انت مش عايزني، يبقى انا كده مش فاهمك. يبقى انا كده في ناس بقى دي بتبقى محتاجه ايه ري فورماتنج، يعني مشكله تانية خالص. الحدود بتمثل تهديد للشخصيات الغير متوازنه. ليه؟ لو اتعاملت مع واحد قلت له انا هقعد معاك نص ساعه، انا عندي اعتراف بعد نص ساعه، انا فاضي نص ساعه، هل دي تضايق؟ تضايق؟ ليش؟ في حد بياخدها ان ده نوع من عدم المحبه. اللي مش هيحترم حدودك، سوري، بحس انه يعني اجريسيف لو طول الوقت انا بطبق الحدود بالشكل ده، يعني ممكن ساعات تمشي. ما هو انا جالي 10:30 يعني لو يوم واحد هنام متاخر ما جراش حاجه. ما هو بص، ما نقدرش نحط القاعده انها دايما فيها توليرنس، لكن لكل قاعده شواذ، لكل قاعده. يعني مثلا لو انا بنام 10 وبعدين جه ابني عربيته اتعطلت على الطريق، قلت له معلش حبيبي انا مش هاجي لك بكره الصبح انا مش فاضي. لا، لو ابونا مثلا، يعني طب انا مثلا اتاخرت، انا كنت في راجعه الساعه 6 بس انا قايم مثلا من الساعه 4:30، الترافيك كان وحش جدا، اتاخرت على معادي، بس ده مش مقصود وغصب عني، والتاخير كان في الرينج. لكن ما اقدرش اقول لكم معلش بقى انا اتاخرت، انا هاجي الساعه 9:30 هنمشي، عندنا مدارس، عندنا بيتنا، فاهمين قصدي؟ فلكن في تولرانس، اشكرك. ولازم افهم طبيعه جوزي. في واحد شخصيته منظم جدا فيزعل جدا من ان انا مش بحترم المواعيد، وفي واحد تاني متسع شويه. طب ليه انا بزعل من جوزي المنظم المنضبط؟ ما نفهم طبيعه جوزي، هو عيب او ما هو الشط ما ها... نو اشكرك. اسمك ايه؟ ايناس. انا هاخد سؤالك على طول بس هرد على ايناس. شوفوا، انا ومراتي حبينا بعض من قبل ما نتجوز وفهمنا بعض بنسبه، وبعدين ما ارتبطنا ابتدينا نكتشف بعض اكتر، ولقينا ان في كونفليكت ما بيننا في شخصياتنا. انا شخصيه مواعيدي مرحرحه، هي منظمه جدا ومنضبطه جدا، وغالبا ده بيكون الماتش، يعني بيكون في واحد عنده حاجه اكستريمز. طب ليه ما ناخدهاش من بعد ان احنا الاثنين زي ما قالت ايناس نتفاهم؟ هي مش قصه انا بتغير ولا هو بيتغير، هي قصه ان احنا بيسموها بنادابت على بعض، بنبقى جود ماتش، بنظبط نفسنا، لان الحب بقى زي ما حضرتك قلتي بيظبط الحته دي. فانا مثلا دايما في خناقه قداس العيد، قداس العيد ده دايما الحمد لله ان انا اتفقت مع مراتي من ساعه ما اترسمت، قلت لها انا قداس العيد هروح لوحدي طبعا، لان انا بروح اول واحد في الكنيسه، بس قبل ما ترسم كاهن كان دايما قداس العيد ده فيه صراع. قداس العيد كوافير والشعر والعينين والالحق والشراب اتنتش ونشتري شراب تاني ونجيب مش عارف مين، ومش لاقي شراب اسود على اليوم اللي مش هيعدي، ففي عفريت العيد كده. فما انا عارفه ان يوم قداس العيد ده بنتخانق مثلا خلاص، وبعدين تبقى نازله من البيت كده مالك احنا رايحين العيد، لا ما كان في حاجه، يعني ما تستنى ربع ساعه، يعني كان لازم طبعا صراع. طب احنا عارفين ان ده بيحصل وهيحصل والى مدى الاجيال هيحصل، طب نعمل ايه؟ طيب يبقى انا احضر نفسي شويه بدري واظبط. صحيح ممكن ما يحصلش وده بقى كله احلام اللي انا بقوله ده ومفيش مشاكل، بس نحاول. وبعد شويه انا اللي عامل نفسي بقى استاذ بيج بان اللي منظم قوي ده، احاول افهم نفسي كده بالحوار الحلو واتفاهم مع مراتي انه طب انا بزعل، طب اقول لك خلاص انت خد عربيتك وروح، بس مش بخناق، مش بزعل، مش خلاص انت لا خلاص اتس اوكي. يعني قصدي انا اقول لكم على اعتراف، انا مواعيدي شويه مفوته بصراحه، انا بعترف. ابوينا اللي معايا اللي هناك في الكنيسه منضبط جدا،
فكذا مره مثلا نيجي في مواعيد فهو يتاخر، فابونا قال لي اخد عربيتي ولا هتيجي في ميعادك؟ فبناخدها بطريقه فن. ليه؟ هو الموضوع ده مش مهم ان احنا نروح في ميعادنا لو تاخرنا 10 دقايق، بس في حاجات بتبقى شارب. فانا ابتديت اظبط نفسي واعمل لنفسي كذا الارم عشان ابقى منضبط، وابونا ابتدى ايه يتولريت معايا شويه. ابونا منضبط جدا، بالساعه بالثانيه تلاقيه في ميعاده. فلو مدين ميعاد لناس الساعه 7، من 7 الا ربع تلاقيه واقف قدام الباب. انا اجي 7:05، 7:03 دقايق، 7:10 ساعات، ما بحسش. بعدين اكتشفت لا، ان في ناس بتزعل، في ناس منضبطه. فبتدي اشتغل على نفسي لغايه لما حاولت ان انا، بس لو تخيلي بقى كل حاجه في حياتنا لازم اللي قدامي يستحملني، لازم اللي قدامي. طب ليه؟ وليه اصلا يبقى في الحته دي؟ فنبالانس الحته دي. طبعا هفتح اكتر باب للاسئله في الاخر، بس عشان احاول هاخد سؤال حضرتك وبعدين نكمل. اتفضل. انا بحس ان احنا كمصريين عندنا مشكله في الحدود دي، اللي بنقولها كلمه العشرة دي خلينا اشكرك، لان احنا اشكرك. شكرك. اسمك ايه؟ مينا. بيقول لنا على نقطه خطيره جدا، بس هقول لكم على حقيقه صادمه. عشان تعيش الحدود في ناس هتزعل منك. ايه رايكم؟ طب هل موافقين ولا لا؟ معلش خليهم يزعلوا شويه. مش بزعل، احنا بنحب الكل، بس sometimes لازم ازعل حد. اتفضلي. حاولنا نشرحها بطريقه ظريفه علشان احنا مش عايزين نزعل حد. بس استيل اللي قدامك زعل، ايه الحل في الوضع ده؟ و يعني في لقطه بتحس انك جلتي، يعني الواحد بيحس انه جلتي، لانه مشكورك. من كتر ما هو الطرف الثاني بيوصل له انت ازاي تقول كده، انت عديت الحدود. ففي الوقت ده مين اللي غلطان واحنا المفروض نتصرف ازاي؟ اسمك ايه؟ رنا. ان شاء الله رنا. سؤال رانا سمعتوه؟ طيب اول حاجه نسال نفسنا، هي العلاقه دي مين الشخص ده؟ هل ده جوزي، ابني، نمره اولى؟ هل ده حمايه، حماتي، اخويا؟ يعني وات ليفل. نمره واحد. نمره اتنين، هل الانسان ده لو احنا واجهناه واتكلمنا معاه بمحبه، ولو هو طبعا في دايره البيت ومش عايز، هتكلم على الزوج والزوجه يعني، مش عايز يسمع الكلام او مش عايز يفهم الكلام، هتعامل معاه بطريقتين. بفكره التولرنس شويه، ان انا عارفه ان هو بيزعل في حاجات معينه، بس ارجوك شيل الجلت، لان الجلت ملوش مكان دلوقتي. احنا بنتكلم في فاكت، وبفترض ان انت عملتي كل الامكانيات السكيلز الشخصيه انك تقدمي الموضوع بطريقه حلوه مهذبه جميله، اخترتي الوقت المناسب، قدمتيه بطريقه حلوه. فلو ده جوه دايره البيت، الاحتمال لازم يكون برضو بحدود. بمعنى ايه؟ في آية بتقول لا نرتقي فوق ما ينبغي بل نرتقي لإيه؟ للتعقل. برافو عليكي. يعني ايه؟ يعني انا مش هبقى زي الام انطونيوس على فكرة، ولا هروح ابيع كل فلوسي واروح اعيش في الصحراء. انا مش هقدر اعمل كده، لان عندي ارتباطات وعندي بيت وعندي حياتي، وانا روحيا لم ارتقي لهذا المستوى. هل معنى كده ان انا مش هخش روح السماء؟ لا، انا بجاهد وبشتغل وبعمل عليا، بسامح، بسامح الكل، بحب الكل، بغفر للكل، بس مش لازم ان انا مفروض عليا ان انا يعني مثلا انا ابقى مثلا واحد بيضربني بالقلم مثلا، وبعدين يزعل عشان انا ما جبتلوش الاكل، وبعدين اقول له انا اسف جدا. لا، على فكره مش مفروض تقول له انا اسف. وساعات بناخد الفضيله بشكل اكستريم. لا، مش صح. ان انت على فكرة أكثر فضيلة الأنبا أنطونيوس سألوا عنها، قالوا له ما هي أهم الفضائل؟ عارفين قال لهم إيه؟ الإفراز. أشكرك. الإفراز. عارفين يعني إيه الإفراز؟ يعني التمييز، يعني فهم أنا أخري فين، اللي ينفعك ما ينفعكيش، ما ينفعنيش ما ينفعش ده. فلازم نفهم إحنا فين. غالبا اللي بتقوله رانا بيكون غالبا حد من بره البيت. أحيانا إن أنا أقصقص شوية العلاقة دي بقلب يعني مطمن جدا، طبعا بإرشاد أب الاعتراف، لأن دي بتبقى أمور محتاجة حكمة. بتبقى شكلها قاسي شوية بس جميل بعد كده، رائع. ليه؟ لأنه اللي قدامك هيزعل. ما هو تخيل أنت عندك في الباك يارد الجار
بيروح بالليل يخش يجيب مثلا صحابه ويشربوا حشيش ويتبسطوا, وبعدين يقول لك معلش ده الباك يارد يعني ايه يعني اوكي انا عملت ايه يعني. حياتنا بالظبط عامله زي الباك يارد, ليها اسوار وفي باب, الباب ده انت المسؤول عن تفتحه امتى والمين. مش من حق حد انه يفرض عليك انك تفتحه. بمعنى ايه؟ في مجامله عندي على فكره, المجاملات الزياده احيانا بتبقى تو ماتش. واحد جاملك في عيد ميلاد ولادك وجاب لك هديه ب $1,000, الحقيقه لو العلاقه مش من المستوى ده مش المفروض تقبلها, مش المفروض تقبل العلاقه دي ولا تقبل الهديه دي. العلاقه دي على كل الاحترام اللي ليها, لكن انت قبلت ان انت تاخد هديه ب $1,000, فانت مطالب ان انت في عيد ميلاد ابنه هتجيب له هديه بنفس المستوى. فانت بصراحه اللي سمحت ان الحدود تتعمل. طب افرض فرضت عليك الموضوع بشكل جامد جدا وكده, بعد ما يحصل الموقف وكده روح اقول للشخص ده اقول له متشكره جدا, بس انا يعني انا فرحانه جدا بمحبتكم جدا وقلبكم الحلو, واحاول ان انا اتجنب ان انا اقدم. احنا ساعات بنبقى ايه so nice and decent, فبنتفهم للناس اللي بتكسر الحدود ان احنا ايه welcoming, يعني انا اهلا وسهلا thank you. وفي نقطه كمان اصعب, تعرفين لما خدت كده دوره عن المثليه والحاجات دي, انتوا عارفين المتحرش بعيد عنكم, يعني المتحرش بيقرا في عين الفريسه بتاعته هو هيجي ولا لا, بعيد عنكم يعني. المتحرش اللي بيمد ايده وبيغلط في حد او بيعتدي على حد هو فاهم كويس قوي دخل على مين. نفسيا هو بيكون مضطرب, بس هو بيحاول يفل لانه بيكسر الحدود, ده اقصى درجات كسر الحدود. يعني انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ علموا اولادكم النهارده ان في مناطق ما ينفعش حد يجي جنبها, ان في قعدات ما ينفعش نقعدها. بصراحه مشكلتنا في مجتمعنا القبطي, ما تزعلوش مني, بنقعد نقضي وقت كتير جدا ملوش لازمه واجتماعيات كتيره ملهاش لازمه ونخش جوه بعض كتير قوي, ونقعد ولاد مع اولادنا او بنات مع اولادنا بشكل زياده قوي بدون واقع وبدون حدود, وبعدين نفاجئ ان في مشكله كبيره بتحصل وانا مش واخد بالي منها, وبعدين اجي بعد ما الكارثه تحصل لاني ما علمتش نفسي وبيتي ان في حدود. وعلى فكره الحدود مش لازم تتعمل وانت مكشر وعامل كده, لا, الحدود بمحبه, ونتفق ونعرف ونعيش بمحبه باحترام, لانك لو ما عرفتش تعملها النهارده الاخر لو فعلا كان انسان يعني كويس, افترض انه كويس, هيلفظك او هيبعد عنك, او لو كان وحش بعيد عنك هيضطر غصبا عنك تدفع ضريبه تقيله جدا. طيب تعالوا نكونكلود عشان انا قاعد اتكلم كتير ودخلنا في مواضيع كتير, بس يعني نتفق ان كلمه الحدود مش مقبوله كتير. احنا في مجتمع بيكسر الحدود, في مجتمع بيقول لك ما فيش بقى حاجه اسمها البس ايه وما تلبس ايه واعمل ايه, وكل ما دي دخلتنا على يعني حتى الانحرافات الجنسيه واللخبطه والشهوه. فانت في مجتمع ما عندوش حدود. عشان الاول يبقى عندنا اويرنس, مشكله الحدود هي بالاكتر هي مشكله جوه. فالانسان اللي ما بيحترمش الحدود مع الاخرين هو للاسف عنده مشكله جوه, عنده مشكله جوه. فبلاش نبص للانسان اللي بيكسر الحدود انه انسان وحش, لكن ممكن نبص انه هو انسان ايه تعبان او مريض. طب لو انا الشخص ده, طب وماله؟ بدايه الحل ان يبقى عندي اويرنس. بعد كده لازم اشتغل مع حد يساعدني, ونبدا بدايرتنا الصغيرة بيسموها support network, ان انا لازم ابدأ اتكلم مع جوزي بمحبة. بس خلي بالك عشان لو في مشكلة في التواصل مع شريك حياتك ممكن الموضوع ده يعمل حساسية شوية. نبدأ دلوقتي نحط حدود واضحة, مفيش حتة الايه انه انا مش مدية لمراتي او لجوزي مساحة انه يفكر حتى, يعني لا, سيب شوية يفكر. افرض هو بيفكر في حاجه عايز يعملها, او هي عايزه مثلا تكلم مامتها في موضوع, مش لازم انط لها بقى 24 ساعه تكلم مين بتعملي ايه, اللي هو يعني 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 بالراحه, يعني مش لازم انا ايه ابقى دايما فارض. ابدا على نفسي كده. كمان ارجوك روح ربنا النهارده كده وقول له ربي يعني انا مش شبعان بيك الظاهر كفايه, لان الانسان اللي مش شبعان بربنا كفايه غالبا ما بيعرفش يبني علاقات متزنه. الانسان اللي شبعان بربنا بيعرف يعمل. فاكرين داود؟ داود كسر كل الحدود امتى؟ لما نام وبلط وفي الخط وساب الحرب. امتى كسر كل الحدود؟ وزنى وقتل وكذب وبهدل الدنيا. ليه؟ لانه ساب ربنا.
لما داود رجع لربنا تاني وجاله نسان وفوقه فاق وايه وتاب ورجع. فارجوك كسر الحدود مش مبرر. انتوا عارفين الخيانة الزوجية بتبدا بان انا اقعد مع زميلة في الشغل او زميل في الشغل كذا ساعة ونتكلم في مواضيع ابدا اقبل كلمة مثلا انت شعرك حلو النهاردة، انت مين حضرتك عشان تقولي انت مالك انت بشعري، او واحد كده يقول له القميص بتاعك شيك قوي سوري يعني انت يعني هو يو ار يعني. الخيانة الزوجية بتبدا بكده. ولو حتى احنا دلوقتي بقينا بنلاقي ان المجتمع بيرحب بالحاجات دي جدا لان ده مجتمع اللي سايقه الشيطان، خلي بالكو، لان احنا ساعات بنتعامل مع موضوع الحدود ده ببساطة قوي. لا ده موضوع كبير، الموضوع ده كبير جدا، كبير قوي، مش موضوع بسيط. كمان بلاش تخش في علاقات انت عارف كويس قوي ان الاتموسفير ده مش بتاعك. انا احسن لي ما يكونش لي اصحاب خالص، او عشان تحت ان انا جاي من مصر وعايز الاقي اصحاب ولاقي شلة، فنبدأ نتنازل على أساسيات عندنا في كلامنا، في لبسنا، في مظهرنا، في أكلنا، في صومنا الأربع والجمعة والصوم الكبير. نبدأ نتنازل، يا عم ماشي حالك، ما ده حبيبي كسر الحدود، ما دي خطية، خطية التهاون وعدم التدقيق، ما دي كسر الحدود. وأبدأ أفاجأ أن أنا دخلت الناس جوايا جدا، فتحت لهم أحشائي جدا، وبعد كده اختلفت معهم في موضوع اللي كنا مبارح قاعدين مع بعض، النهاردة ما بنسلمش حتى على بعض عشان ما حطناش حدود واضحة من داي وان. متفقين معايا؟ انا بلاحظ دي في مجتمعنا هنا بالذات في كنايسنا. مجتمع الكنيسه لازم يكون فيه ثلاث حاجات في الحدود: حب حقيقي، حكمه، وحوار محترم في النور. الثلاث حاجات دول تحت كلمه الحدود، حرف الحاء، حب حقيقي مش حب يعني منظر، وفي حكمه اقول ايه وما اقولش ايه واتكلم مع مين. ده مش معنى انه من الكنيسه يعني سوبرمان يعني، ولا هي من الكنيسه تبقى استحت كلمه اصل دول من الكنيسه. ايه يعني معلش يعني ما الكنيسه احنا كلنا مرضى، كلنا معلش انا بتكلم حتى على نفسي، اللي يناسبني مش لازم يناسب اخويا اللي جنبي، فما افرضش على حد حاجه او اكشلي ما تقبلش حاجه. واحذر من ان انت لما تقعد فترات طويله مع الناس من حته ان انت تبدا تنبهر. مفيش حاجه حبيبي تبهرك غير المسيح. احنا بندور على ناس وبندور على لا بنقصها خالص العلاقات دي. انا مش اقول كده عشان تزعله يعني، انا بقول كده عشان ندي شكل حلو لعلاقاتنا. سوشيال ميديا ارجوكوا، مش عشان انا متجوزه يبقى انا مسموح ان انا احط كل حاجه على السوشيال. معلش انا بصراحه ببقى متغاظ قوي. بناتنا الحلوين، الامهات بتوع البنات اللي جايين والولاد الحلوين دول، بصراحه بشوف مناظر بتتعبني. مش عشاني انا، عشان ولادكوا. جالي ولد مره 13 سنه قال لي I hate my mom Instagram account. I feel shame. ليه يا ابني؟ ماما بتعمل ايه؟ للكيريوزيتي دخلت، بس ما عنديش حتى انستغرام، بس يعني بصيت كده قلت له اقل كلمه تقولها. ليه؟ مش عشان المشكله ان هي فاكره ان دي شطاره او ان دينا كده مودرن بقى ان انا كده سوبر يعني وومن. لا 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 يا حبايبي، مش سكتنا دي، مش سكتنا. طب جوزي زعلان ومقفل ودماغه ناشفه وصعيدي. ايوه احنا فينا عرق صعيدي، ايوه احنا فينا عرق شرقي. احنا مش هنخش وسط الناس وندوب، لا احنا لينا ايدنتيتي مختلفه. ايوه انا مصري وشرقي وبحترم الخلفيه بتاعتي. ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله لما اقول لمراتي لا اللبس ده ما ينفعش تروح بيه الكنيسه؟ ايه المانع؟ ده يزعل قولولي، لو يزعل قولولي. اتفضلي. باللي بيقوله الكتاب، يعني المفروض ان احنا الرفرنس بتاعنا يكون الكتاب المقدس او كنيسة او كده، بس كمان احنا اولادنا هيطلعوا امريكان، وانا مثلا واحدة جاية من 20 أو 25 سنة، فانا اكتر امريكانية من ان انا مصرية، لكن الرفرنس بتاعي وبتاع عيلتي وبتاع اسرتي هو الكتاب المقدس. انا مش بتكلم على الحتة دي، وانا مش عايز اقول بنتي تطلع امريكانية او مصرية، انا بنتي تطلع مسيحية. Thank you. لكن في امباكت مش هقدر انسلخ عنه واقول ايه لا انا في امريكا. فهمي قصدي يعني ايه؟ الحته دي اصلا مهمه قوي. لما افهم الباك جراوند بتاعتي، لما افهم الهويه بتاعتي، هقدر اميز واختار واحط حدود لنفسي ايه اللي يناسبني وما يناسبنيش. يعني مثلا ايه؟ لو ابني دلوقتي كبر في المجتمع هنا، انا مش بتكلم على لبس ومش لبس، بتكلم على ايه المحتوى اللي انا بقدمه وبقدم نفسي للمجتمع بتاعي.
يعني نفس الانستجرام اكاونت اللي انا شفته ده، لو 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 البنت دي من كلشر مختلفة شوية يمكن كانت مقبولة شوية ما فيهاش مشكلة. وان كان انا عايز اقول انه في فرق ما بين ان انا ابقى مودرن وسيفيلايزد وممكن اكون ان انا متنازل او متهاون. فاهمين قصدي حبايبي؟ حتة حساسة شوية بس انا بحب اكون واقعي شوية. يعني بحس انا بتعلم من الولاد صدقوني، يعني بتعلم من الولاد الصغيرين ما يتكلموا معايا بمحبة وببساطة ويفتحوا قلبهم قوي، لانه انا لازم افهم انه وجودي في امريكا او في مصر مش هو ده المقياس، لكن الاهم اعرف انا مين. انا بنت المسيح. اتفضلي. ارجع هايلايت نقطه عايزه تعليق قصتك فيها. يمكن طلعت كتب كتير جدا ازاي علاقاته واجتماعيات، ومنها كتب كتير كانت بتتكلم عن الحدود، و ما فيش حد فينا اعتقد في كل الموجودين يتعرض انه لازم نعمل حدود ولازم يبقى في 1 2 3 علشان تبقى حتى زي رول وقوانين للحياه عموما مع نفسي قبل مع اي حد تاني. بس في حته سنه كنسيه او مسيحيه واحنا اتعلمناها في الكنيسه بحس سام تايم بتتعارض مع فكره الحدود سام تايم. شكرك. فكره مثلا بذل الذات. فانا لو انا ماشي بالكتب الاجتماعيه اللي دكتور ويل مش عارفه مين كتبها ودكتور مين، وانا ابتديت اقراها ومقتنع بيها وشايف ان هي ميك سنس وهي لوجيك، وبيجي على الواقع المسيحي الكنسي اللي هو ممكن يخليني 10 ونص و11 و12 ما نمش عشان خاطر حاجه خدمه وعشان خاطر المسيح قبل الشخص ده، فبقى انا اقول ايه؟ ابذل ذاتي قدامه وهكسر حدودي اللي انا حطاها عشان خاطر الخدمه دي. مثلا انا قلت انا ما بحبش حد يبقى عندنا في البيت ويبات ومش عارفه ايه ايا كان يعني، وانا دي حدود البيت بتاعتي. اي اجري 100%. جه حد من مصر مغترب، جه فرد من افراد العيله، جه ايا كان، فانا مش عشان الحد، انا عشان هو بقول اكسر حدودي وابذل ذاتي عشان خاطر اعمل الحاجه دي. دي بس الحته اللي انا بحس انه سام تايم فيها كونفليكت. اكزاكتلي. اشكرك. اسمك ايه؟ دوليجي. اشكرك يا دوليجي. السؤال ده رائع وانا حقيقي كنت ناوي اختم بيه، بس كويس ان انت جبتيه دلوقتي برضه عشان ياخد مساحته، لان هو احنا كمسيحيين اتربينا على، وبالذات كمصريين اتربينا على العطاء والبذل وبذل الذات والحب الاكسترا مايل. طب هل ده يتعارض مع العطاء؟ تعالوا نفهمها في ثواني. انا لازم ابقى عارفه انا مين، زي ما انت قلتي الباك يارد بتاعتي اخرها ايه. بس انا ما ينفعش اقدم حاجه وانا مش موافقه عنها بفرض عليا، فانا هفتح الباك يارد بتاعتي حد يدخل يستعملها لمده ساعات معينه، والشخص ده انا عارفه هو مين، لكن مش من تحت كلمه بند الاعطاء والبذل يبقى ده بقت عاده وده بقى موجود عندي فوريفر. لا، لاني الخدمه مش قبل علاقتي بنفسي وعلاقتي بربنا، الخدمه دي بعد ده. وفي نفس الوقت اللي يناسبك ما يناسبش مثلا إيناس، وما يناسبش مثلا جورج، وما يناسبش بيتر. لا، كل واحد فينا. عشان كده قلت ايه؟ لا نرتقي فوق ما ينبغي. وآية كمينة بتقول لا تكن برا بزيادة. بمعنى ايه؟ انا امكانياتي مش هتقدر ان انا مثلا اخدم غير ساعة في الاسبوع، هي ساعة في الاسبوع بس. ظروفي ووقتي وترتيب يومي كده، هو ده غلط، هو ده وحش، هو ده عيب، هو ده حاجه تسيء ليا. ساعات يجي لي خدام يقول ابونا بص معلش انا بشتغل every other Saturday، فمدارس الاحد هاجي لك مرتين في الشهر بس. اوكي، صدقوني بقول له انا اتبسط انك تيجي مرتين، صح وجاي ومركز ومحضر الدرس وجاي بامانه، احسن ما واحد كل مره جاي كده ايه عايز يجي ازقز لب، يعني اللي هو انتوا عندكم ايه النهارده؟ مدارس اهلا، مدارس الاحد. لا، هو الدنيا عنده صح. بالعكس، ده ما يتعارضش خالص مع الحدود. هقول لكم على حاجه. المسيح نفسه المحب الجميل يعني بعد معجزه اشباع الجموع، الصوره الجميله اللي ورا دي، عمل ايه؟ قال فالزمهم ان يدخلوا الى السفينه ويعبروا الى الايه. طب ما نقعد معاك بقى وتحكي لنا عن المعجزه وعملتها ازاي وازاي باركت وبعدين ايه ده ركبهم السفينه وعمل لهم بعد كده ايه امواج وسرعات وسابهم للهزيع الرابع، جالهم على 5 الصبح يقول كده وجلس في الجبل ليصلي. الله، طب ما تقعد مع تلاميذك وسبتهم يتبهدلوا. اصل انا في رساله بقى تانية.
انا بعلمهم النهارده ان انا لا انا مش دايما موجود معاكم، انا حطيت لهم حدود. طب ليه يا رب الزمتهم؟ الزمهم. هل معنى كده ان ربنا مش في وقت كان بيطبطب والنهارده الحد بتاع الابن الضال وبيقبل هو نفس الاب اللي بيطبطب وبيقبل؟ عشان كده بقول لكم ادوا الموقف دراسه، ما ينفعش تاخدوا قاعده عامه لكل حاجه، كيس باي كيس. ايه اللي يرشدني؟ نمره واحد روح الله اللي فيا، نمره اتنين الكنيسه متمثله في اب اعترافي. يعني مثلا حماية وحماتي عايزيني اساعدهم ماديا، وانا وجوزي بنحبهم جدا وربنا مدينا، بس مش معنى ربنا مديهم ان انا اديهم مثلا كل الامكانيات بتاعتي. انا امكانياتي مثلا عندي $300 زياده اقدر اساعد بيهم لوقت معين بالاتفاق مع مراتي او مع جوزي في فتره معينه هاخد البركه. افرض انا ربنا مديني بزياده، طب وماله؟ بس ما تديش اكتر من المطلوب، ادي على قد المطلوب برضو بتنسيق مع اب اعترافك، وطبعا صلي ان ربنا يرشدك. هل لو قلت لا مش هقدر ادي غير 200 بس؟ غلط. امكانياتي كده، ظروفي كده، وقتي كده، انا مش بتدلع، انا مش بعمل قيود على الناس، انا ده ظروفي، دي امكانياتي. انا مثلا ولادي بيناموا الساعه 9 بالليل، فمتفقه مع اي حد هيجي لي، معلش يا جماعه احنا عندنا مدرسه الصبح، ممكن في يوم ظرف قاعده، لكن ما يبقاش ده الاكسكيوز اللي ماشي بقى على طول. حياتي كلها بقت اكسكيوز ونسيت انا اصلا عايز ايه وعايش ليه وبعمل ايه وبربي مين. وبعدين العيال يطلعوا بالصدفه فجاه، سابوا البيت راحوا الجامعه مهرجلين، والاوضه مفيش نظام ومفيش نوم ومفيش معي. طبعا انا بقول على حاجه مثاليه شويه، بس ناخد فكره واحده. حد كان رافع ايده ورا؟ شور بالعكس، انا بتكلم يعني راشنال، لان هي فكره ان الواحد يزود عطاء بزياده هو مش قادر عليه، او عشان يبقى في المثاليه بيرفكشن، يعني يعيش الحياه المثاليه دي، بتقلب بقى بالعكس، بيجي في مرحله خلاص انا هديك 200، لا طب انا هديك 500، مش هديهم لك شهر، انا هديهم لك مثلا سنة. اجي بعد كده خلاص انا كرهت اصلا الشخص اللي انا عايز اساعده ده، اشكرك، او كرهت الشخص اللي عايز يعني اي حاجه، خلاص الموضوع قلب من حب لخلاص الموضوع بقى قفل خالص، بقى انا كده قلبت الاتيتيود واحد تاني خالص. عشان كده الايه اللي قرناها اول ايه، كل واحد يحمل احمال نفسه، وينبغي علينا ان نحمل اثقال بعض. فلو واحد مثلا يعني مثلا سي بعد الشر حد من صحابنا جاله ظرف وفاه، وانا بنام الساعه 9 بالليل، بس ده صاحبي، لا مش مهم بقى النهارده، ده عنده ظرف وده ثقل تقيل عليه، هروح اقعد معاه يومين ثلاثه، وممكن اخد اجازه من شغلي واقعد معاه. هنا انا بكسر الحدود. لكن واحد تاني قال لك انا عندي، انا جايب من مصر شويه لب وعايزين نسهر سهره حلوه، وعندنا مش مش يعني، لا انت ايه يا عم، انت خلاص عشان ركبت المرسيدس ما تكلمناش مثلا، يعني انا بقول كلام كده، قصدي بلاش ايه نبقى متساقين بالاحراج حقيقي. اللي عايز يزعل يزعل، اتفضل. تسيبوني معلش، انا هرجع تاني. هو طبعا موضوع الحدود هو حلو جدا. لو هناخد تعريف عام للحدود من القدسك قلته، هي الحدود بتعمل شكل لاي حاجه، بدليل انه الدول فيها حدود، ببقى عارف اول الدوله من اخرها، فبشكل عام الحدود بتعمل شكل. فلو احنا طبقنا ده كزوج وزوجه مع المجتمع، هو بيعمل شكل للاسره مع المجتمع، لو طبقناه بيننا ما بين بعض بيعمل شكل لحياتنا مع بعض وهكذا. هرجع برضو في النص كده، يعني من الحاجات اللي قدسك قلتها ومارينا علقت عليها، هو ان انا مثلا النهارده لو انا جاي بقالي كتير في امريكا، او حتى اولادنا اللي اتولدوا هنا، هم هيكبروا هم born and raised في امريكا، فهم امريكا، بس ده مش معناه انه ما يبقاش في حدود. يعني حتى لو انا عايش في امريكا فستيل احنا بيبقى حدود. النقطه بقى اللي انا عايز راي قدسك فيها، ساعات احنا ما بيبقاش عندنا ثقافه او حكمه، هاخد الصورة اللي ورا قدسك، ان اشد خط، ان اعمل حدود. يعني انا النهاردة عايش في مجتمع في امريكا، او انا بيني ما بين مراتي في البيت بنعمل شكل، الحدود اللي احنا متفقين عليها ان هي بتعمل شكل، تمام. ساعات باجي في اي موضوع من المواضيع اللي احنا اتناقشنا فيها، بيبقى احنا مش عارفين امتى التوقيت المظبوط اللي اقول هنا انتهى الموضوع، نشد خط. امتى اقول، او يعني ايه الريفرنس بتاعي، او ايه الحكمه هنا، او ازاي اقدر اخد الحكمه او اخد الانديكيشن ان ده الوقت اللي بقى لازم عليا ان اشد خط عشان يبقى ده حدود ونمشي مع بعض. شكرا. هي دي بقى الساعات اللي بتبقى مش عارفين امتى نفتح باب الباك يارد او نقفله. يعني الحاجات دي هي بس اللي بتبقى ساعات كلنا مقتنعين ككونسبت، عجبنا الكلام اللي قدسك بتقوله، بس ازاي نطبقه بقى. دي النقطه، او ده سؤالي. اتصور يعني، اشكرك على السؤال ده الاول، بس ممكن تفتحوا لنا احسن، انا احس ان في شهر 8 انا حران جدا، معلش لو في تفتحوا لنا شويه تكييف او حاجه. اتصور ان لو في حوار دائم
متزن سوي ما بيني وما بين مراتي بشكل, وحتى مع أولادي طبعا, بس بالأول أنا ومراتي في كل الأمور, يعني إحنا دايما بنتكلم بجد بوضوح وبحيادية, يعني مش بايز ناحية فكرة ولا ناحية شخص ولا ناحية, يعني التوازن في الحوار يدي نوع من ال. وكمان ممكن مفيش مانع ان احنا نجرب, يعني مثلا عايزين اسره جديده عايزين نتعرف عليها وعايزين نعرف احنا هنوصل معهم لفين, ما ينفعش ان احنا نقول ايه طب نيجي نعزمهم في البيت عندنا, احنا لسه اول مره نتعرف معهم. فممكن نجرب نمشي بيبي ستيبس في اي حاجه بقى, عارف زي مثلا انت عايز تعرف انت هتشتري العربيه دي او لا, ما ينفعش تقول ايه انا هروح اتفرج على فيديو عنها واشتريها, لكن ممكن اروح اشوفها واسال ناس جابتها وبعدين اجربها اخد درايف, يعني تيست درايف, وبعدين اقارنها وبعدين اقرر بعد ما ارجع مع مراتي قاعده حلوه نفكر هي دي احسن ولا دي احسن مثلا. وهكذا في معظم امور حياتنا, عايزين ننقل الولد من المدرسه, عايزين ندي للولد مثلا دروس خصوصيه, عايزين مثلا ننقل البيت بتاعنا البيت تاني, اي موضوع بقى يعني يو نيم ات بقى في اي حاجه. فممكن نمشي الاول بحوار متزن نبدا نشتغل عليه, نبدا بيبي ستيبس في كل حاجه. احيانا بنحتاج ندخل حد يساعدنا, ممكن نسال اصدقاء بنثق فيهم, اكيد كل واحد فينا ليه صديق حلو وعلاقتنا تسمح ان انا ادردش معاه بدون تفاصيل كبيره قوي قوي قوي, او مش لاقي ممكن ارجع لاب اعترافي او اتصل بحد ممكن يكون بالذات لو حاجه يعني تعامليه. لكن اشكرك على السؤال لان ده هو ده النضوج بقى, ان انا ابدا اكت واعيش بالتعامل ده. اشكرك حبيبي, ثانك يو. لكن لو انا سبت الامور كلها بالصدفه هتحصل ازاي, او ما عرفتش امتى احط الخط ده هفاجئ بمشكله وانا مش عارف دي اخرتها ايه. يعني في اهالي, خلي بالكوا الحدود, انا كنت دي نسيت اقولها, ليها تلات اشكال. الحدود الانهيلثي اللي هي ايه, انا قافل من كل الناس عامل كده, تلاقي في ناس كده ايه لا 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 صباح الخير من المنطقة, اللي هو ايه مش عايزين نخش خالص, وده غلط, وده بيسموه الفير. الواحد عايش يعني fear of relations اللي هو انا خايف قوي, وده unhealthy. في الافريج اللي هو معظم الناس بتكون فيه, اللي هو انا انسان مستقل ولو لقيت حد يعني علاقتي معاه كويسة it's okay, بس برضو مفيش التوازن, يعني اما بيكون في حتة ملخبطة يا اما هو بيكون عنده حتى ملخبط, انا مستمتع كده وتمام بس هو تعبان مني. وفي بقى اللي هي بيسموها الانتردبندنس او بيسموها الهيلثي باوندرز. الهيلثي باوندرز دي ايه, انا عارف انت فين اخرك فبحترم حدودك, انا عارف مثلا صاحبي ده ما بيحبش ان انا اتكلم معاه في مواضيع قدام الناس. واحد تاني عادي ممكن يقول لك انا ممكن تفاصيل دي بسيطه, ممكن اقول له مثلا امبارح اكلت في مثلا في المطعم الفلاني كان حلو, هو مش عايز يتكلم ان هو خرج امبارح واكل, هو ده طبيعته, هو شويه حساس انه يتكلم قدام ناس غريب. واحد تاني ممكن يقول لك ده احنا امبارح رحنا واشترينا وكان في مش عارف مين. فانا لازم افهم كل واحد جوايا ايه, لما نفهم طبيعه بعض كاصحاب وكالاول كطبعا زوج وزوجه وكاولاد وبعدين عيله, اقدر اتعامل مع شخصيات. يعني مثلا لو انا مثلا حماية مدقق في مواعيده جدا, ما ينفعش ان انا عشان الامور تمشي كويسة انا مش بعمل ده خايف منه, انا بحترمه وبحبه, وهو ما طلبش كتير, هو طلب ما هنتقابل الساعة 7 هنتقابل الساعة 7, مش لازم اتخانق معاه مراتي عشان خاطر باباها بيحب المواعيد. اوكي انا رايح لحد مواعيده منضبطة, هو ده مش حاجة تسيء, يعني قصدي مش حاجة تقلل. ففكرة العلاقة اللي فيها بيسموها الانتردبندنس, يعني كلنا بنستمتع بعلاقتنا ببعض, ففي هارموني, في هارموني في البيت. كمان خلي دايما في بساطه في الحدود. يعني ايه؟ يعني اتس اوكي, احنا مش داخلين خناقه, بس لو في حاجه اتكررت بقى مره في مره, يعني مثلا زوج مش عايز يعمل اي حاجه في البيت, هاجي على الرجاله شويه بقى معلش, مكبر دماغه خالص, حتى كوبايه الشاي مش عايز يشيلها, الحقيقة لازم تديله شوية تسكات. ممكن هتقول ايه معلش يعني it's okay, هو لو مريض او مشلول طبعا معلش اوكي. لكن لو هو مش عايز يعمل, اصل ماما كانت معوداني كده في البيت, طب هو ده كان صح؟ مش الشطارة تقولي ايه خلاص انا هاخد بركته وكأنه عيل صغير. طب انت حاولتي, انا مش عايز اوش يا ابونا, الوش هيجي بس هيجي انفجار بقى بعد شوية, حطي نظام حتى لو تسكات بسيطة هيطلع التراش,
هيعمل حاجات بسيطة. ابدأي ستيب. مش الشطارة على فكرة ان احنا نعيش كده يعني. يعني مثلا بيت ملوش بادجت مثلا, فالمصاريف بقى ايه, الكريدت كارد مرة تجيلي مش عارف 3-4 تلاف, ومرة تجيلي 1000, ومرة مش اوفر درافت, ومرة مش عارف ايه. طب ما نتفق احنا البادجت بتاعنا بنصرف مثلا $200 في كذا, $300 في كذا, $1000 في كذا, خلاص دي مصاريفنا. دي هتريح, هتريح جدا صح. لما نقعد نتفاهم هنصرف في ايه ومصاريفنا, مش هيجي جوزك في يوم يقولك ايه لو سمحت انت بتصرفي كتير هاتي كريدت كارد مثلا. يعني طبعا ما يصحش نعمل كده, لكن في احترام. فان احنا نتفاهم في كل حاجه ده هيسهل خالص كل التعاملات, والدنيا هتمشي سلسه خالص. شور لو في حد من حدود المجتمع هو بيحكي بتفاصيل بزياده وانا مش متقبل, وانا مش متقبل التفاصيل اللي هو بيحكيها لي, وانا مش قادر ارد على التفاصيل ديت, وانا مش حابب ان انا اسمعها, اقدر اوقف الريليشن ما بينه ازاي, او من غير من انا اجرحه, او يعني انا بحسسه ان انا مش مهتم بالتفاصيل اللي انت بتقولها, بس بقابل ان هو لا لسه في استمرار ان هو بيحكي تفاصيل. تمام. ده مشهور الموضوع ده, الناس هنا بتحب يعني عشان تعبانه فبتحب لما تلاقي حد مثلا ثقه تتكلم معاه في مواضيع انا لو سمعتها ممكن تضرني او تضره, فممكن اقول له ايه, انا اسمعه اول مره خالص, وبعدين اقول له بص انا شايف ان الموضوع ده بالذات لو واحد من الكنيسه مثلا شايف الموضوع ده فعلا اكتر حد هيساعدك فيه, قول له على اسم ابونا انت جربته وعارفه, وانا هكلم ابونا يساعدك لو انت تحب. بس هقول لك على حاجه بصراحه عشان خاطر ما يبقاش ليك تعب او تتعب بعد كده, افضل انك الموضوع ده صدقني. ومثلا ممكن تقول له انا كمان مثلا كنت في وقت متضايق وكان عندي شويه مشاكل ورحت اتكلمت مع ابونا وارتحت جدا وطلعت كل اللي جوايا. لان فعلا في ناس بيدخلك معاه في الموضوع هو عنده تعب ويفضل بقى ايه مصدق لا حد ايه يسمعه, وده مش دوري انا. يعني انا ممكن اساعدك ادي لك فكره, لكن ما ينفعش انك تديني كل ده. طبعا اوف كورس طبعا في امور وتفاصيل مش المفروض ان انا اسمعها. انا فاكر مره واحده كلمتني قالت لي ابونا, قعدت تعيط في التليفون مالك, قالت لي فلانه حكيت لي على مشاكلها مع جوزها وانا عملت نفسي ان انا هقدر اساعدها, انا تعبت بقت كل يومين ثلاثه تتصل بيا بالساعات على التليفون, مش عارفه اخد بالي من العيال, الاكل بيتحرق على النار, مش عارفه خلاص تعبت اعمل ايه. قلت لها طب انت فتحتي الباب ليه؟ قالت لي من باب ان انا خادمه ومحبه قلت لها انا سوري ده مش دورك, انا نفسي مش دوري ان انا يعني احكي لكم على حكايه كده واختم بيها. فعلا انا طولت قوي صح, يا طولت قوي فعلا سوري. اول ما ترسمت كاهن نزلت مصر, خدمت في مصر سنه لان كان ورقي فيه مشكله, فكنت في اسكندريه مع ابونا احد الاباء الحلوين يعني, فقال لي ايه تعالى ايه نروح نزور الاسره دي. فابونا في السكه جاله حاجه فقال لي طب روح انت زورهم, فروحت زرتهم. اول ما دخلت الناس في العاده يعني بيكون في خناقات زوجيه بيستنوا مثلا ربع ساعه وبعدين يتخانقوا, ده من اول دقيقه اهو ابونا جه اهو اخيرا يا جاب لي من 15 سنه بقى لما كان مش عارف ايه وانتوا اخدتوا ايه ومش عارف ايه والنيش كان عامل ازاي وانا مش عارف ايه, فانا قاعد بقى ايه خلاص يا حبيبي خلاص يا ماما, قاعد اسكت بقى ايه بجري ورا الفراخ في امسك دي خلاص اسكت ارجع دي. اتبهدلت اليوم ده, قعدت 3 ساعات روحت البيت مش قادر. المهم كلمت ابونا انت سبتني ليه؟ قال لي طب لما نزورهم تاني. المهم كلموني قلت لهم بقى كلموا ابونا, انا عملت بقى نفسي ايه ان انا يعني مشغول شويه عشان بصراحه مش عايز اعمل عب تاني دور الحكم المصارعه ده اللي قاعد في حلبة المصارعه. رحنا تاني مره مع ابونا بقى خبره كبيره. اول ما ابتدوا يتكلموا عملوا نفس الحركات, ابونا قال لهم لا 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 ثواني الحقيقة أنا مش جاي أتفرج على المنظر ده, لو هتتكلموا مع بعض بالطريقة دي أنتوا تشيلوا المسؤولية بتاعة الحوار بتاعكم, يلا بينا يا أبونا. أول لما قال كده طب خلاص يا أبونا نص دقيقة كله قعد زي الألف محد ليه, أبونا عمل لهم إيه حدود, لا هتغلطوا في بعض وألفاظ وحشة وكلام من ده لا أنتوا تتحملوا, طب لو أنا سكتكم دلوقتي مين هيسكتكم بكرة أنتوا مع بعض. فتعلمت درس كويس قوي إن الحقيقة مش دوري إن أنا افضل ايه يعني ايه لا ده مش دوري, لو الانسان ما عندوش سيلف كنترول ده مش دوري الحقيقه ان انا يعني لا. فتعلمت درس ان انا اللي اتكلم. انا فاكر مره برضو اب كان يعني كان بيتكلم مع بنت كده بتزعق لها يا بنتي لو
ما تكلمتيش بطريقة لائقة مش هقدر أكمل المكالمة. كملت بابا لو ما تكلمتيش بطريقة مناسبة مش هقدر أكمل المكالمة. أنا طب معلش أنا مضطر أقفل وراح أقفل السكة. ألفاظ بقى وحشة وشتيمة وغلط في الكنيسة وغلط في الأباء. معلش يا بنتي ما ينفعش تتكلمي كده. طبعا أنت قفلت في الشيء. قلت لها ما تعرفي تتكلمي كويس. عارفين في التربية الصغيرة لو ابنك بيزن وأنت بتديله الحاجة أنت بتعلمه إن هو يبقى إيه؟ زنان. في حاجة في التربية يقول لك إيه؟ ريفريزت. ريفريزت يعني إيه؟ يعني قولها تاني. قولها تاني. فتقول ها say please. ها لا لا أنا مش بسمع الصوت العالي. وتفضل كده قاعد متنح لغاية لما يهت. أنا مش بسمع الصوت العالي. في ناس بقى للأسف عندها المشكلة دي لأن ما تعملش معاهم من هم صغننين الحركة دي. فعايشين إنه الزن هو الإيه؟ فتلاقي واحدة تكلمك 30 مرة. لا دي تشريها من حياتك اللي بتكلمك 30 مرة دي. مش عايزين نعرفها. اللي بيبعتك 7000 رسالة ده مش عايزين نعرفه خالص. ليه؟ مش دورك احنا. I'm sorry يعني. مع كل احترامي بس انا اسف يعني. يعني مش دورنا ان احنا مش في تشاريتي. بحب الناس. بس من غير ما يضروني. وعلى فكرة ما تفهموش كلامي ده ان انتم ما تخدموش بعض وتحبوا بعض. بس هل انت كده بتخدمه؟ رد عليا. لو انت بتخدمه اوكي. انت كده بتعمل ايه؟ He abusing you. ده abuse. رسمي ابيوز شيك يعني. بس هو طبعا ابيوز مش شيك ولا حاجه. فتعالوا نتفق كده ان احنا من هنا ورايح نحط حدود مش ملخبطه, حدود واضحه. والعلاج الحقيقي نمره واحد جواك مش بره. طب لو انا عايش مع حد ما عندوش حدود, صدقني لو انت قدرت تظبط الحدود, الزوجه تبدا تشجع جوزها انه يعمل تاسكات معينه, الزوج يبدا يتفق مع مراته لو هنعلي صوتنا مش هنقدر نكمل الحوار باحترام وباخلاق حلوه وبدون غضب وبدون زعق. لو حسيت الموضوع محتاج ندخل ابونا. عندنا اباء حلوين هنا, ابائنا حلوين قوي يساعدونا وبالهداوه. وبعدين خلينا نطلع بيبي ستيبس. انا بحب قوي المبدا ده. ايه رايكم نمشي بيبي ستيبس؟ بيبي ستيب ما وراناش حاجه يعني. النهارده لو انا فيه انجوي يا حبايبي انجوي. انتوا ليه مش فرحانين؟ ليه 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 مش شبعانين؟ لا نستمتع. خلينا نستمتع باصحابنا وباخواتنا وباكلنا وبشربنا. طب انتوا عارفين الاكل الكتير ده مش حدود؟ يعني واحد مش عارف يقول لنفسه فرمل خلاص. بس هو عشان متدين فمش هيروح يشرب سجاير فبيروح ايه يضرب كتير قوي. ليه؟ مش عارف يوقف نفسه. فارجوك ابدأ اعمل ضبط النفس. عشان كده اللي لسه ما صامشي انت مستني ايه؟ انت عندك فرصة عظيمة. الصوم الانقطاعي ضبط للنفس, المطانيات ضبط للنفس, قعدة الانجيل ضبط للنفس. كل الممارسات الروحية دي هتساعدك انك تقوم. ربنا يدينا ان احنا يبقى عندنا healthy relations او healthy boundaries عشان نقدر نستمتع بحياتنا. الباوندرز زي ما قال حد كان هنا عادل قال لنا الباوندرز بتدي شيب لكل حاجة, بتدي طعم لكل حاجة. لو مفيش boundaries في اي حاجة انت بتعملها ملهاش قيمة, ملهاش لازمة. لو بيتك ملوش سور ملوش لازمة. لو بيتك ملوش باب ببقى مأكل لكل الحشرات والحيوانات. لو انت مش لابس لبس مش هتبقى مستور. العلاقات تستر وتخليها احلى. لكن لو العلاقات اتشالت من غير ايه العلاقة ملهاش طعم. فالعلاقات اخر كلمة بجد اقولها تعطي جمال للحب. سوري الحدود تعطي جمال للعلاقات. العلاقات اللي فيها حب. لو العلاقة ما فيهاش حدود يبقى ما فيهاش محبة. ليه؟ لان انا بشيل منها الشيب فبقت كده. ما عارفين شكل الارض قبل ما يخلقها ربنا قال كده وكانت الارض ايه خاربه وخاليه. فراح قال للرب انا الميه كده. طب حط حد للميه, اعمل اليابسه, جيب السحاب ليه حدود, الهواء ليه سقف, الحيوانات ليها مكان تعيش منه وتاكل منه, الانسان يتسلط على كل ده. مش مطلوب ان الدنيا تتسلط عليك ولا الاكل تتسلط عليك ولا العلاقات. انت تتسلط وتسود بربنا طبعا وبالحب. لربنا كل مجد وكرامه الان وكل امان. حد يسال او يضيف حاجه؟ انا صدعتكم شويه.